مش معقول، ما يصحش كده. باكم يور باكم. قارن ورقي بورقك، زرعت شجرة عشم طرحت. معلش. اوكي سبعة. فكرينا بطريقة كلام جواهر في الناظر لما خرجت مع حسن حسني أول مرة. لا أنا فاكرة هي كانت بترقص إزاي، ده أنا معرفش ليه فاكراه، بس كنت فاكرة ليه. ده اللي أنا فاكراه قوي يعني، وفستانها النبيتي ده كان متألق جدا، بس مش فاكرة هي كانت بتقول إيه بالظبط دلوقتي. أوكي حكم تاني سبعة. تمام. قوليلنا أول كلمة بتقوليها لما تتعصبي. الناس لما بتقولي إن أنا بتعصب أو لما بتكلم وأنا متعصبة ببقى شبه الجدة شوية يعني، بقول لهم مش معقول ما يصحش كده، فين الأخلاق؟ أوكي أربعة. احكي لنا موقف محرج كوميدي حصل لك في الشارع. انت حصل لك كتير جدا. بتمشى وفي واحده جت كلمت عليا بكميه عشم، انا حسيتها اللي هو عارفاني قوي واتكسفت، قلت يمكن انا اللي مش فاكراها او كده. قلت لها يا طنط وحشتيني قوي واخبارك ايه، وكملت معاها كلام بتاع ربع ساعه. بعد كده في الاخر قالت لي بنتي عامله ايه يا فرح. فاضطريت في الاخر اقول لها بنتي انا اسفه جدا يا طنط، بس هو انا اسمي فريده وانا مش فرح يعني، يمكن يكون شبهها بس مش انا. لو كنت شخصية كرتون ليوم واحد هتكون مين وقلديه؟ في كرتون بتاع ديزني كده اسمه موانا، في كاركتر كده اسمه ماوي اللي هو شعره حلو قوي ده، مش عارفة اقلده. خليه يور باكم يور باكم. بس اختاري اغنية راب او شعبي معلقة معاكي في الفترة الاخيرة وغنيها بطريقتك. قارن ورقي بورقك، بلدك المفضلة بنما. كيفي كده؟ كيفي كده؟ ثمانية. اوكي سؤال. قوليلنا اول كذبة كنتي مصدقاها وانتي صغيرة. عارفة زمان لما كان سناننا بتقع فبنحطها تحت المخدة، بيقولوا لنا ان الفيري جايه هتاخدها سنتي تقع بقى وحطها بقى، ببقى اللي هو يا رب يا رب بس اعرف اشوفها بس حتى وهي داخله او هي ماشيه على طول. تسعة. اغرب جمله قريتها على ظهر ميكروباص، زرعت شجره عشم طرحت. معلش. بما انك سافرتي بلاد كثيره قولي لنا اكتر بلد بتعمل اكل مش حلو وقلدي رياكشنك لما تدوقيه. كنت في ماليزيا بحب ادوق الفاكهه والحاجات والخضار وكده اللي مش بتزرع عندنا يعني، فروحت اللي هو السوق بتاع الخضار بيقطعوا الفاكهه وبيدوقوها لك وكده. في فاكهه من بعيد كان شكلها حلو، بس هي اول ما قطعتها وهي كان طعمها حقيقي مش وحش يعني، كان وحش قوي. فطبعا دوقتها كده تحفه، قلت لها دي احلى حاجه دوقتها، وكسفت قلت لها ممكن واحده منها كمان.